ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ حرام، لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه، لا يجوز، أو زوجته، لا يجوز له أن يصافح امرأة أجنبية، لأن هذا سبب للفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء، حتى في البيعة كان يبايعهن بالكلام، بينما كان يبايع الرجال بالمصافحة، أما النساء فكان يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، بل كان يبايع النساء بالكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء.